السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكل الحاضرين. سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة ومتشرفة بوجودكم معانا. محاضرة النهاردة محاضرة شيقة جدا، لأن كتير مننا في حالة سعي مستمر لاكتساب عادات جديدة، وإن هو يتخلص من عادات هو عايز يتخلص منها، عادات سلبية عنه، ودايما بيقابلوا مشاكل كتيرة وتشالنج كتير. سواء إحنا ناس متخصصين وبنقابل حالات فبنلاقي صعوبة فعلا، بنحس قد إيه التغيير ده حاجة صعبة، وبيبقى في حاجه اسمها ريلابس اللي هو انتكاسه، فبنحس ان انا عشان اكتسب عاده جديده دي حاجه صعبه جدا يا جماعه. بلس ان انا كبني ادم انا في حاله سعي مستمر ان انا اكون الافضل، ولكن مش عارف. فمحاضره النهارده هنبدا نجاوب فيها على اسئله مهمه جدا: هل الجينات والطفوله بتاعتنا وتربيتنا ونشاتنا بتتحكم في تكوين العادات؟ علشان كده في حد فينا ممكن ينجح ان هو يكون عاده، وممكن حد تاني يفشل مش قادر ان هو يغير من حياته. طب هو اصلا ليه العادات صعبة قوي تكوينها؟ وهي بتحصل ازاي؟ وازاي ان انا ممكن اكون عادة؟ في خطوات معينة هنتعلمها النهاردة. يس، هنتعلم خطوات ازاي اكون عادة. طب ليه انا قلت ان تغيير العادات بتخلينا حياتنا اكثر سعادة؟ ايه العلاقة؟ هل فعلا لما انا اكون كشخص اللي هو احنا بنسمي البني ادم اصلا عباره عن مجموعه من العادات، هل ده هيساعدني ان انا حياتي تكون اكثر سعاده ولا لا؟ كل ده احنا هنجاوب عليه في محاضره النهارده، ولكن خلوني بس ايه ستوري كده محتاجه ان احنا نقف عندها شويه. الصوره اللي قدامنا دي لو كلنا بدانا نبص لها بشكل قوي ونحس معنى الصوره، هنبص نلاقي طفله كفيفه ومعاها المعلمه بتاعتها. دي قصة هيلين. هيلين كانت طفلة عادية جدا، مولودة ما عندهاش أي مشاكل صحية، وهي عندها 2 سنين من عمرها. جالها مرض، المرض ده بعديها جاء مشكلة في الحواس بتاعتها، أفقدها السمع، هي حاسة السمع وحاسة البصر، وشوية كمان ما قدرتش إن هي تتكلم النطق كمان، وهي لسه عندها 2 سنين. مامتها طبعا نفسها تقدم لها الدعم والسبورت، مش عارفه تعمل ايه، فودتها لمدرسه مكفوفين عشان تبدا هيلين تبدا رحلتها ان هي تحاول تعيش طفولتها بشكل طبيعي. ولكن لا، حست ان ده مش كفايه، فحبت ان هي تجيب لها معلمه تبقى معاها على طول بشكل مستمر عشان تبدا تعلمها ازاي ان هي تبدا تتكلم، ازاي ان هي تطور من مهاراتها كطفله. فبدأت المعلمة تبدأ تدرب هيلين إن هي إزاي تكتب، بدأت إن هي الأول على إيديها كده تعلمها إزاي إن هي تكتب، شوية بدأت تجيب لها كرتون فيه حروف مميزة كده وبارتة شوية للمكتوبين عشان تعلمها إزاي الكتابة، وهي عندها 6 سنين اتعلمت إنها تكتب 900 كلمة. أنتم متخيلين قد إيه هيلين محاولات فشل كتيرة جدا علشان توصل لمرحلة وهي عندها 6 سنين تقدر تكتب 900 كلمة؟ مش بس كده، شوية مع التدريب مع معلمتها قدرت إن هي تعلمها إزاي إن هي تنطق باستخدام صوابعها يعني إيديها مع شفايفها وتشوف نطق الكلام، فبدأت تمرنها إزاي إن هي تبدأ تتكلم من خلال إن هي اللمسة، أو إن هي تبدأ تشوف مخارج الألفاظ بتاعتها. شوية بدأت فعلا إن هي تتكلم تمام. برضو إحنا عايزين نتخيل قصة معاناة طفلة بدأت وهي فاقدة حواس كتيرة جدا بس استسلمتش، تمام؟ مش بس كده، وهي عندها 24 سنه اخذت بكالوريوس العلوم، ما اكتفتش بده، محاضر في مؤتمرات كتيره جدا، مش بس كده الفت كتابين، اخذت دكتوراه في الفلسفه، اخذت دكتوراه في العلوم، اتعلمت اللاتينيه، الالمانيه، الفرنسيه، الانجليزيه. انتم متخيلين يا جماعه؟ بدات تساعد كتير من المكفوفين وتبدا يبقى ليها بصماتها، ولو احنا كتبنا اسمها وبدانا نسرش عليها عن قد ايه قصه ملهمه. قصة هنا، القصة دي عايزين نوصل بيها ايه؟ احنا النهاردة بنتكلم عن العادات وتكوين العادات، يعني ايه ليه انا كدكتور ابدأ المحاضرة بتاعتي بستوري زي دي؟ عايزين نوصل بيها حاجتين مهمين قوي. لو انت بدأت تفكر في الستوري، كل واحد فينا الادراك بتاعه بيكون مختلف عن التاني، مش معناه ان في حد عندنا صح وحد غلط. البرمجة اللغوية العصبية بتقول لنا ان ادراك البني ادم بيختلف على حسب البني ادم، هي حالة فردية مختلفة عن كل شخص والتاني. فأنا ممكن أبص على الستوري إن قد إيه الإصرار والتحدي قدرت توصل، لا الفشل بعد محاولات فشل كتير قدرت إنها تنجح، الاستمرارية، الصبر، الصلابة النفسية. حد تاني يبص بقى على حتة العادات يبدأ يتخيل قد إيه مع محاولات تدريب معلمتها إن هي بدأت تدربها كتير كتير كتير، ومع التدريب المستمر قدرت ان هي فعلا تغير حياتها وما تستسلمش تماما.
في حين ان في ناس تانية بيكون عندها كل الحواس وربنا مديها كل النعم، وبتبدأ تعلق شماعة على مشاكل ناس تانية او اخطاء ناس تانية والظروف والمجتمع، وان هو ما بيوصلش لاهدافه بأي سبب إن كان، رغم ان هو معاه كل مقومات النجاح. دي شخصية حرفيا لو احنا بنتخيل، انا ما فيش حاسة السمع والبصر والكلام، طبعا طبعا حاجة صعبة، حاجة مش سهلة، ولكن قدرت تكون شخصية ملهمة وشخصية ناجحة رغم كل التشالنج اللي قابلتها. عايزة أقول حاجتين، عايزة أقول رقم واحد يا جماعة، إن إحنا حرفيًا لو ما فيش في حياتنا كوتش قدر يساعدنا، يعني هي هنا المعلمة بتاعتها هنا كانت بمثابة الكوتش، الكوتش اللي عنده العلم والأدوات، لأن مامتها كانت ممكن في حياتها مامتها بمثابة أخصائي التغذية اللي هو ما عندوش العلم وأدوات إزاي يغير عادة. يعني أنا كأخصائي تغذية انا ما عنديش الادوات اللي تخليني افهم هو العادات دي بتتعمل ازاي، فبالتالي اقدر اعمل السبورت او الكلاينتس الدعم للكلاينتس بتوعي او الحالات بتاعتي ان انا فعلا عندي العلم والادوات ان انا ابني عاده. فرغم ان انا ببقى عايز اعمل سبورت وعايز اساعد بكل طاقتي وبكل ما املك، ولكن ما عنديش العلم، عندي حاجه ناقصه. ولو جينا نبص على المعلمة أذكى كوتش اللي هي أصلا عندها العلم والأدوات وفاهمة العادات بتتعمل إزاي وقدرت تبني عادات مع هيلين، فعلشان كده هيلين قدرت ان هي تنجح، يبقى هنا بنقول دور الهيلث كوتش بيبقى دوره مهم جدا. مش بس كده، قدرنا نفهم ان تكوين العادات حاجه صعبه جدا، ولكن لو نتخيل بذهننا كميه المحاولات المستمره من هيلين علشان تنجح في تكوين عاده، محاولات كتيره جدا اللي خلتها في الاخر قدرت تكون عاده. وصلت؟ وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. طب ايه علاقته بالسعاده؟ علاقته بالسعاده ان علماء النفس الايجابي لما جم عايزين يعرفوا هي السعاده دي عباره عن ايه، ومعادله السعاده دي بتتعمل ازاي، وانا كبني ادم لو عايز اعيش حياتي سعيد في الدنيا دي او في الحياه دي اعملها ازاي، فطلعوا في الاخر بمعادله السعاده اللي هي عباره عن 5 حاجات. طبعا احنا مش هنتطرق ليهم النهارده، ولكن عايزه اوصل رساله معينه ان عشان نحقق اي بعد من ابعاد السعاده اللي قدامنا اللي احنا بنسميها بيرما، سواء البوزيتيف ايموشنز اللي هي المشاعر الايجابيه او الانجيجمنت او ريليشن او المينينج او الاتشيفمنت، كل يعني كل حاجه من دول، كل حرف من دول، كل بعد من دول وراه تكوين عادات، وراه علم اسمه ازاي اطلع عاده سلبيه واكتسب عادات جديده. لان انت كبني ادم انت عباره عن مجموعه من العادات هي اللي بتشكل حياتك، يا إما نحو النجاح يا إما نحو الفشل. علشان كده في علاقة وثيقة جدا، يعني نعتبرهم وجهان لعملة واحدة، العادة مع السعادة. لو أنت عرفت علم إزاي تكون العادة هتقدر فعلا إن أنت تمشي نحو السعادة. وطبعا لو أنت فهمت المعادلة دي كلها بكل بعد من دول ازاي نشتغل عليه وازاي نكتشفه، يمكن انا اول محاضره عندي في كورس الهيلث كوتشنج بتبقى المينينج. المينينج رغم ان انا لما درست هيلث كوتشنج ما درستش المينينج في الكورس اللي انا درسته مع انتلكت في المينينج، ولكن حسيت قد ايه لما انا درست بعد كده بقى بوست في سايكولوجي وبرمجه لغويه عصبيه وطب شعوري تصنيفي، فهمت قد ايه مهم قوي ان انا افهم كبني ادم معنى وجودي في الحياه. لان انا لو انا مش فاهم معنى وجودي في الحياه انا هفضل في الحياه تايه، مش فاهم انا موجود هنا ليه وايه مغزى وجودي وايه رسالتي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشانها. يمكن دي بتبقى اول محاضره، لان هي بتبقى بمثابه ان انا بحط الطلبه معايا انت موجود ليه، عشان لما يمشي معايا الجيرني في الهيلث كوتشنج اللي فيها طبعا بنطلع بالانجيجمنت وبنطلع ساعتها بنفهم الايكي جاي مود، بنفهم حاجات كتيره جدا اللي بتغير حياه البني ادمين علشان يوصلوا ان هم يفهموا نفسهم. كتير مننا مفكرين ان فهم الذات او ان انت كونكشن مع نفسك او ان انت تتواصل مع نفسك وتفهم نفسك ده كلام تنميه بشريه. لا يا جماعه، مش تنميه بشريه خالص، دي بدايه ان انت توصل لاهدافك، ان انت تفهم النفس اللي ماشيه معاك دي هي مين؟ هي عايزه ايه؟ وصلت؟ فالجيرني بتاعتنا جيرني طويلة جدا، جيرني بدايتها الاورنس اللي احنا بنبداها مع بعض النهارده، اللي هنفهم من خلالها ازاي اكون عادة، وقد ايه العادة ليها علاقة بالبرين، وتكوين العادة ليه علاقة بالبرين، وسحر تكوين العادة. وبناء عن كده هنبدا نسال نفسنا اسئلة مهمة جدا النهارده ونجاوب عليها. هل الجينات بتتحكم في قدراتنا على التغيير؟ هل بتتحكم الطفولة والتربية في تشكيل عاداتنا؟
طب ليه بنفشل في تغيير العادات وكيفية تغيير العادات بتاعتنا؟ حلو جدا. قبل ما نبدأ نجاوب على الأسئلة دي، أنا قلت لكم عايزين نحضر نيتنا الطيبة ونكون معانا ورقة وقلم. فعشان عقلك يكون مركز معايا، ودي قوة عقلك الواعي دلوقتي أنت بتستخدمه معايا في المحاضرة وأنت بتسمعني دلوقتي، عايزاك يبقى معاك الورقة والقلم بتاعتك عشان تبقى مور فوكس. كل ما عقلك كان فوكس في الحاجة، كل ما الإنتاجية بتاعتك والبروتكتيفيتي بتاعتك زادت، وهو ده اللي احنا دايما بنسميه. لو انت حاضر معايا المحاضره دلوقتي ما طلعتش بحاجه تبقى ريفلكت عليك وتستفيد تستفيد منها، يبقى التايم ده اللي انت حطيته في المحاضره ده ايكوال زيرو. انا دخلت محصله تايم وقت، خرجت بايه؟ ايه المحصله؟ ايه الانتاجيه اللي انا طلعت بيها؟ طلعت المعلومات تبقى ريفلكت على حياتي، يبقى كده زي الفل، يبقى انت شخص كده مور بروتكتيف واستفدت فعلا من التايم ده، لان احنا في الماركتنج بنتعلم تايم از ماني. ولا الوقت اللي انت بتسمعني فيه دلوقتي دخل وقت المحصله، اه سمعت والكلام جميل وزي الفل، بس ما اخدتش خطوات نحو تطبيق هذا الوعي، لان كتير مننا ممكن ياخد وعي، عمال ياخد في وعي، عمال ياخد في وعي. طب صوت صوت، انت ممكن توصل لمرحله انت عايز ترجع الوعي ده. انا بص يا جماعه، من كتر الوعي انا مش قادر، انا توت وحاجات كتيره جدا مش عارف اطبق حاجه. فعشان نحول الاويرنس الوعي ده لمرحله التطبيق، ان انا احطها في الفعل، ابدا افهم كويس جدا المعلومه اللي بتتقال وابدا ان انا ادخلها في التطبيق، الادراك، اعيش المعلومه. وصلت؟ فاول حاجه يهمني ان انت تجاوب عليها، انت النهارده معانا ليه؟ انت بتسمع المحاضره عايز منها ايه؟ عايز تغير عادات عندك؟ اكتب اللي انت محتاج تغيره في حياتك. انت كبني ادم محتاج ان انت تعمل سبورت للكلاينت بتاعك، اكتب، حط لنفسك اهداف علشان بعد المحاضره تشوف انت هتحققها ازاي. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه. سؤال مهم قوي، وده يمكن يعني ممكن يعني ناخده المحاضره الجايه ونقف عنده شويه لما انتوا تعملوا التدريب ده. انت مين؟ انت مين؟ يعني ايه انا مين؟ انا رحاب الشناوي، اقصد تغذيه علاجيه، هيلث كوتش معتمد، متعاد دولي كوتشنج، مدرس لغوي عصبي، دارس طب تصنيف شعوري، ماجستير هيلث كوتشنج مع مش عارف ايه، ومؤسسه اكاديميه ايه، ومعايا ايه، وشهاداتي ايه، ودراساتي ايه؟ لا خالص، مش ده السؤال ومش دي الاجابه، مش ده المغزى. انت مين او انت مين؟ انت هنا ليه؟ هل انت فاهم طبيعتك كبني ادم؟ طب هل انت فاهم احتياجاتك؟ عارف انت محتاج ايه؟ طب هل انت عارف قدراتك؟ طب هل انت عارف القيم بتاعتك واولوياتك، فبالتالي بتقدر تاخد قراراتك؟ كتير مننا بيشوف السؤال ده، كتير مننا ما بيبقاش عارف مثلا حاجه زي الوقت هي جزء من امكانياتك. هل انت بتعرف تدير نفسك، فبالتالي تقدر تدير وقتك مش تنظم وقتك؟ في فرق كبير قوي من الاثنين. هل انت فاهم الاولويات بتاعتك او الفاليوز بتاعتك او منظومه القيم بتاعتك، فبناء عليها لما تتحط في موقف بتعرف تختار، وقراراتك بناء على اهتماماتك او ما هو انت لو انت مش عارف، وده مشكله كتيره مننا بيقع فيها لما بندرس برضه فاليوز وقيم، بنكتشف ان انا ما كنتش عارف اخد القرار ده نتيجه ان انا مش فاهم اولوياتي. او ممكن اروح اتصل بزميل او بصاحبه او بماما او ببابا، طب انا هروح اعمل ايه؟ وهو ممكن يديك القرار او يديك رايه من وجهه نظره هو، طبقا لقيمه هو او اولوياته هو، وهو مش ماتشنج مع قيمك انت. على سبيل المثال انا كريحاب مثلا، لو انا معايا فلوس حلو، والفلوس دي هبدا ان انا اقول طب انا احطها في البنك كسيفنج يعني علشان خاطر الدولارات والازمه اللي احنا فيها، ولا انا محتاجه اشتري شقه في القاهره فاروح احطها مقدم شقه، ولا انا عايزه اشترك في كورس مثلا واتعلم. لو انا رحت سالت حد، الفلوس مثلا اللي معايا 100,000 جنيه مثلا، تمام، وده مثال واقعي خلي بالكم، تمام، هل الفلوس دي، بس هو الكورس اللي انا اشتركت فيه اغلى من الرقم ده الصراحه، يعني هل الفلوس دي لو رحت سالت مثلا مامتي مثلا، لا يا حبيبي حبيبتي روحي حطيها في البنك سيفنج امان، ماما من وجهه نظرها هي الامانه عندها قيمه عليا، تمام. رحت سالت مثلا حد من زمايلي، لا 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 حطيها في شقه، انت عايزه تروحي القاهره وتنقلي القاهره فروحي حطيها في شقه. انا لو رحاب مش فاهمه، رحاب مش فاهمه نفسي من جوه، مش فاهمه قيمي، مش فاهمه اولوياتي، هبقى محتاره احط الفلوس فين، اخد قرار ازاي، صح؟ لكن لو انا فاهمه الفاليوز بتاعتي هعمل ايه؟ هرجع للقيم بتاعتي. انا ايه القيم بتاعتي؟ هلاقي مثلا من القيم بتاعتي العليا اللي هي يعني بعد الله سبحانه وتعالى طبعا، العلم والتعلم. فلو معايا الفلوس دي مش هروح احطها في شقه ومش هروح احطها في البنك، هروح احطها في كورس، لان دي الفاليوز بتاعتي، دي قيمي. انت مجنونه؟ واحد تاني شوفني مجنونه، بس انا كرحاب لا،
انا دي قيمه عليا عندي، فهبدا انفست في ايه؟ في نفسي. انا فاهمه ده، فهبدا اروح احط الفلوس ده، لان انا عارفه ان استثماري في نفسي هو من اقوى الحاجات. حد تاني، مش معناه ان انا صح وانت غلط، لا، هي طبقا لمنظومه القيم بتاعتك. حد تاني مثلا القيمه عليا عنده السيفتي، الامان، فانا هحط الفلوس في البنك، ده امان ليا ولعيالي. واحد تاني المغامره، هو بيحب معاه فلوس، دخلها في مشروع، دخلها في كذا، الفلوس دي تجيب فلوس دي. انا نفسي ابقى كده الصراحه يعني. ده احنا مختلفين. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول انت لازم تفهم نفسك. طب انا لو انا زمان كرحاب مش فاهمه نفسي ومش عارفه اي حاجه من اللي انا بدرسه النهارده، فطبيعي ببقى محتاره في اتخاذ القرار، طبيعي ممكن اغلط في اتخاذ القرار، طبيعي لما ارجع ناس تانية بيدوني القرار بناء عن قيمهم هم، فانا مش عارف نفسي، فبالتالي مش عارف اولوياتي، فبالتالي مش عارف احتياجاتي، فبالتالي مش عارف انجح في حياتي، فبالتالي مش عايز اسيب، مش عارف اسيب اثر، مش فاهم انا موجود هنا ليه وتايه في الدنيا. وصلت؟ فالسؤال ده مهم جدا ان انتوا تسالوه نفسكم يا شباب قدام المرايه، جاوبوا عليها، انت مين وانت مين؟ خلي بالكم المحاضره الجايه ان شاء الله هيبقى التدريب ده نبدا نشوفه بشكل عملي، او نستقبل ما وصلتوا ليه بعد ان انتوا شفتوا انت مين وانت مين. طيب العاده، لو انا اعتبرت العاده بني ادم وجيت سالت العاده قلت لها انت مين يا عاده؟ فالعاده هترد عليا، هنفترض ان هي بني ادم، ما تيجي ترد عليا تقول لي ايه؟ بصي يا ست الكل، انا صاحبتك، انا اللي هي عايشه ونايمه معاكي، انا خدمتك في اي وقت، انا الخادم الامين ليكي، يعني انا من ايدك دي لايدك دي، عايزاني والله اكون سبب في نجاحك هتلاقيني، بصي بقى سبب في نجاحك، ولو عايزاني افشلك هفشلك، يعني انا موجوده هنا عشان اخدم حضرتك. هي دي العاده، انت عباره عن مجموعه عادات. العاده هي اللي بتخدم انت عايز ايه، اعتبرها زي الخدام الامين. انت العاده دي يا اما هتنجحك، يا العادات بتاعتك هتكون سبب في فشلك، صح كده؟ طيب العادات دي طبعا علماء النفس الايجابي مارتن سليجمان من مؤسسي علم النفس الايجابي قال لنا العادات عباره عن ايه؟ قال لك العادات، ده من الكتاب بتاعه، لها جاذبيه هائله تماما مثل جاذبيه الارض لجميع من يقف عليها، وربما كانت جاذبيتها اكثر مما يدرك الناس او يعترفون به. وقوة الجاذبية شأنها شأن أي قوة في الطبيعة، يمكنها أن تعمل معنا أو ضدنا، فقوة جاذبية بعض عاداتنا قد تعوقنا مؤقتا من السير نحو وجهتنا، ولكن قوة الجاذبية هي أيضا التي تبقى عالمنا وحدة واحدة، وهي التي تحافظ على سير كوكبنا في مداره وتحافظ على نظام الكون. وإذا استخدمناها بفعالية يمكننا استغلال قوة جاذبية عاداتنا لخلق الترابط والنظام الضرورين لتحقيق الفعالية في حياتنا. أنتم متخيلين؟ فإحنا عايزين نستخدم العادات إيه؟ نستخدمها معانا مش ضدنا. ونيجي بقى نجاوب على أول سؤال، هل الجينات بتتحكم في قدرتنا على تغيير عاداتنا؟ كتير مننا بسمعهم، بصي بقى دكتور، طبعا ده في الأمراض كمان، لو جاي لي كرونيك ديزيز مثلا، مريض سكر أو مريض ضغط أو قمة أنسولين أو سمنة، انا واخد جين السكر، انا واخد جين المرض، انا واخد جين مش عارف كذا، وبينسوا تماما تماما ان في علم اسمه ايبيجينيتكس، ما فوق الجين، انت بعاداتك وباللايف ستايل بتاعك تقدر يا اما تظبط الجين يا اما تاكتف الجين. انت اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي واحنا مش منتبهين تماما؟ والعلم الاحدث ان الامراض ليها علاقه بمشاعرنا، شئنا ام ابينا المشاعر ليها علاقه وطيده جدا بالامراض، حتى لو انت مش مقتنع باللي انا بقوله، وهضرب لك مثال انت لما هتسمعه تقول لي اه عندك حق. كتير مننا ممكن نسمع حد مثلا فلس ولا حصل مشكله عنده، طب يعني جات له سكته قلبيه ومات في ساعتها، امه توفت او باباه توفى، حادث قوي في حياته، جاله سكر، جاله ضغط عالي، جاله لا قدر الله كانسر. مش كتير مننا بنسمع حاجات زي كده؟ ده معناها ايه؟ معناها مشاعر سلبيه تعرض ليها، عملت مرض في نفس ذات اللحظه. احنا اصلنا مشاعر يا جماعه، بس ده مش موضوعنا النهارده. ولكن بس باي ذا واي، عايزه اقول لكم كل شويه الابديتس، لو انت بقى حد من النوعيه اللي هي دايما بتطور من نفسها وبتتعلم، مش هتقف عند حته الجينات وعلم النيوتريشن اللي بيقول لك اه ده جين المرض فخلاص ده هو مريض خلاص. لو بنتكلم في عادات النهارده، بنتكلم لو انا واخد جين العصبيه ونسمع الجمله دي، اه اصل انا واخد جين العصبيه، انا بص انا ايه طبعا عن جد كلهم عصبيين وبيتنفسوا بسرعه، فما تحاوليش، انا ما بقدرش اسيطر على نفسي ولا انفعالاتي، انا عصبي جدا، وهو مقتنع بده. طبعا القناعات جزء كبير من تشكيل العادات، وده بقى موضوع كبير جدا مش موضوعنا النهارده، ولكن
لازم يبقى فاهمين كويس جدا. لو انت متبني فكره معينه وعندك مايند سيت معين بقناعه معينه، حرفيا مش هتقدر تعمل اي تغيير لان انت متبني هذه القناعه. ولكن الجين ملوش علاقه تماما بالتغيير، وده اول صنم بنكسره النهارده. انت تقدر بتغيير قناعاتك، وتقدر النهارده ان انت تفهم العلم ده بيقول ايه وكون عادات ازاي، ملهاش اي علاقه بان انت واخد الجين او مش واخد الجين خالص. يعني الجين ما يكونش العائق بينك وبين الحالات بتاعتك ان انت تغير العادات، او تبقى انت مقتنع اه اصل هي واخده الجين فعشان كده التغيير صعب. لا، ده اول صنم لازم تكسره النهارده. الجين بريء تماما، بريء تماما. في علم لما انت هتتعلمه النهارده هتلاقي فيه خطوات بتساعدك ازاي تعمل تغيير العادات. رقم 2، هل الطفوله بتاعتنا وتربيتنا بتشكل عاداتنا؟ البرمجه اللغويه العصبيه قالت لنا فعلا في 7 مصادر اللي احنا بنتبرمج عليهم، معظمها من 7 ل 8 سنين في طفولتنا، منها طبعا بابا ماما شيخ الجامع المدرس وكده. بس برضه احنا مش قصتنا البرمجه خالص النهارده. ولكن هل اللي احنا اتبرمجنا عليه واحنا صغيرين وشكل جزء من طفولتنا لا يقبل التغيير؟ هل معنى ان انا اتبرمجت على حاجه معينه نتيجه الكوميونتي او المجتمع اللي انا اتولدت فيه ما اقدرش ان انا بعد كده اغير من عاداتي؟ لا، العادات ملهاش اي علاقه. من باب اولى لو الجين بيتحكم في عاداتنا يبقى الطفوله تتحكم والتربيه بتاعتنا تتحكم. فاذا انت تقدر النهارده بالعلم ان انت تشتغل على عاداتك وتغيرها بالادوات اللي انت هتتعلمها النهارده، يبقى اذا طفولتك ونشأتك مش هتتحكم في عاداتك ولا هتشكلها لما يكون عندك العلم والادوات اللي بيها تساعد نفسك على التغيير. وصلت يا شباب؟ طيب، طب ليه يا دكتور بنفشل في تغيير العادات؟ يعني ده سؤال خطير جدا. يعني احنا بصي حضرتك حرفيا بنحاول، ولكن فعلا بنلاقي صعوبه جدا مع الكلاينتس بتوعنا او معانا احنا شخصيا ان انا اغير عاده تكاد تكون حاجه مستحيله. هقول لك حاجه لطيفه جدا، انت بتغير العادات بانه فكر؟ بانه مايند سيت؟ المايند النصائح ولا المعرفه؟ يعني ايه؟ يعني الاثنين طريقين مختلفين تماما. ومعظم اللي هيكون بيسمعني دلوقتي هو بيمشي في الطريق ده اللي هو النصائح. انت كاخصائي تغذيه وانا في يوم ما كنت عادي جدا بمارس مهنتي كنيوتريشنست ان انا بشير الادفايس، نقعد ندي في نصايح، بص بقى ست الكل احنا هنعمل 1 2 3، إيه لازم نقلل كذا وبعد كده نحط كذا، هنلعب رياضه يومين مش عارف 3 ونمشي نص ساعه، كلها نصايح 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 نصايح. طب هل انت وقفت شويه مع نفسك وسالت؟ وانا ده اللي حصل معايا وده كان بدايه التغيير، ان انا ادرس حاجات كتيره جدا ملهاش علاقه بالنيوتريشن لحد دلوقتي بدرس لحد اللحظه دي وهفضل ادرس لحد ما اموت يعني. ولكن لو انت بتسال نفسك، وهي دي بدايه التغيير اللي حصلت عندي ان انا ادرس علوم كتيره مالهاش علاقه بالنيوتريشن، هم الناس اللي قاعده قدامي يا جماعه فين الصح من الغلط؟ طب هم ما بيعملوش ليه؟ ليه الموضوع صعب قوي كده؟ ليه ليه هم ما بيطبقوش وبيبقى متحمس جدا وقاعد معايا في السيشن؟ وبص يعني خارج من السيشن هيكسر الدنيا، وبص هياكل النجيله. وبص الاقي يعني يمشي شويه ويضعف شويه، يمشي شويه ويرجع شويه. هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى يا فندم ان احنا مش اوير بالبني ادم اصلا. اكتر واحد اوير بنفسه هو البني ادم اللي قاعد قصادك. فانت بناء على ايه بتديني نصايح؟ انت تعرف حياته ماشيه ازاي؟ تعرف قيمه عامله ايه؟ تعرف اولوياته؟ تعرف يومه ماشي ازاي؟ تعرف وقته؟ تعرف قدراته؟ تعرف احتياجاته؟ انت تعرف حتى الموتيفيشن والحافز بيشتغل على التغيير؟ يعني ليه مؤثر كبير جدا؟ يعني لو حافز من بره غير لما يكون من جوه؟ ده علم بقى الهيلث كوتشنج. فالتغيير حاجه مش صعبه، فانت اصلا ما عندكش ادوات ان انت تعمل بيها تشينج، هتقدر تساعده على التشينج ازاي؟ انت اصلا ما عندكش علم بيهيفير تشينج، هتعمله ازاي؟ تغيير السلوك يا جماعه دي حاجه صعبه حرفيا، لانه اصلا بيجي في اخر اولويات عقلنا. فلما نفهم ان ما قبل السلوك اللي انت بتشوفه ده فيه افكار وفيه مشاعر هي اللي بتتحكم فينا كبني ادمين، تفهم دلوقتي كاخصائي تغذيه وليه التشينج صعب؟ ليه انت لما بتدي ادفايس ما بتتعملش؟ ان انت بتدي نصايح انت مش عارف الشخص اللي قدامك. مين اكتر حد اوير بنفسه؟ هو البني ادم. فلما تتنقل من مرحله النصايح وتعرف تشتغل بمرحله المعرفه، يبقى عندك الادوات والعلم اللي بيها تقدر تساعد الكلاينت من غير ما تدي ادفايس. ودي خناقه كل راوند، ان هو متعود على جوب ديسكريبشن معينه ووظيفه معينه وشغل معين جوه السيشن،
باجي اقول له انا في الهيلث كوتشنج، لا يا جماعه احنا ما ينفعش نشتغل بالكلام ده. زي ما انا كنت برضو عندي مشكله لما انا درست هيلث كوتشنج، انا بشتغل بطريقه، فجيت اتفاجئت ان انا هشتغل بطريقه تانيه خالص، فما كنتش متقبلها، وده طبيعي. فالنهارده بنتكلم في عاديه، فمن باب اولى نفهم ان انا اتعودت على طريقه شغل معين، فعشان اعود نفسي على طريقه شغل جديده لا حاجه مش صعبه. ولكن يا ميلي تبقى انت فاهم كويس جدا، علشان تغير العادات، هي دي اجابه السؤال، انت بتفشل في تكوين العادات سواء لنفسك او لغيرك، علشان ماشي مدرسه النصائح اللي هي ما تنفعش، انت مش اوير بالكلاينت اصلا. لكن لما تمشي مدرسه المعرفه، يبقى عندك من المعرفه والعلم والوعي والادوات اللي تساعد بيها الكلاينت، وهو اللي يحط البلان، هو اللي يحط الجولز بتاعته اكورد امكانياته ووقته واولوياته وقيمه واحتياجاته وقدراته. هو انت بتسبورت. وصلت نقطة خطيرة. انا يا دكتور يعني اطبقه ازاي؟ انا ما عنديش العلم. خدها واحدة واحدة، درب عقلك ازاي تبعد عن الهمد بتاع النصايح. وكل ما تبقى قاعد في السيشن عمال بتدي ادفايس، افتكرني وقفش نفسك، بلاش تدي ادفايس، ابدأ ان انت شوف هو تقدر يعمل ايه. دي المعادلة اللي بتخلي الناس ماشية مرتاحة ومبسوطة في الجيرني، ان هي ما بتعافرش. احنا للاسف يا جماعة كأخصائيين تغذية بوظنا علاقة الناس بالاكل، وطرنا العلاقة، وده احتياج. يعني لما ندرس هرم ماسلو، ده احتياج اساسي عند البني ادمين، احنا بندمر العلاقة دي. فنبص نلاقي فيها علاقة كلها حرمان ومعاناة، عشان كده دايما بيحصل لابس، ويوصل للتارجت ده ويرجع ينزل تاني ويزيد تاني ويرجع ماشي في سايكل مفرغ. لكن لما انت يبقى عندك العلم ده والمعرفه دي، هو هيمشي في الجيرني وهو مرتاح وهو مبسوط، وانت كمان هتبقى مرتاح ومبسوط، لان يعني انت بتحقق نتائج معاه، وانتوا الاثنين مرتاحين في الجيرني. ما احناش بنعافر مع بعض وتبقى محتار اعمل له ايه، واحط دايت شكله عامل ازاي، واخد انزل بقى في السعرات وازود في الرياضه والكلام اللطيف ده. يعني خلاص يا جماعه، عفى الزمن على الكلام ده. طيب يبقى اذا نفهم ايه العاده دي بقى تتكون ازاي؟ يعني لو احنا عايزين نحط ديفينيشن كده او تعريف العاده، برضو سليجمان قال لنا حاجه لطيفه جدا، العاده هي نتاج مسارات متسلسله في الجهاز العصبي، فمع تكرار الفعل تتكون مسارات عصبيه في الدماغ، وتدريجي بتصبح هذه المسارات راسخه، وبيتصرف الانسان بقى في حياته تلقائيا وفقا لهذه المسارات. يعني ايه؟ يعني اللي بيدرس برين واللي دارس سي بي تي او دارس نيورو بلاستيستي او نيورو ساينس، بيبقى فاهم كويس جدا ان انت تقدر تكون مسارات عصبيه جديده في عقلك. مش انا لسه قايله لكم من شويه بالتدريب، ان انت لما تدرب عقلك ازاي ان انا اغير طريقه شغلي مع الكلاينت، هتبدا توصل للقصه دي. هو نفس الكلام، انت عايز تبني عاده، فمع تكرار الحاجه دي، تكرار الحاجه دي وكانك بتحفر طريق جديد في عقلك، فانت بتبني خلايا عصبيه جديده، فهتقدر ان انت تحطها في الاوتو بايلوت اللي هو السب كونشس مايند. لو احنا كلنا، لو احنا ننتبه كويس قوي، مثلا لما احنا كنا اطفال، ماما مثلا عشان تعلمني ازاي اربط الشوز مثلا، طبعا كنا بنعافر في الاول، يعني الروبوت ده حاجه صعبه جدا. لحد دلوقتي انت تقدر يعني بعديها بفتره طبعا خلاص الطفل بيبقى بيربط الشوز على طول الروبوت في ثواني. طب ما كانت الاول صعبه، ايه اللي حصل؟ كان في الاول هو بيبقى مركز كويس جدا بعقله الواعي عشان يتعلم الحاجه زي كده او يتدرب عليها. مع التدريب المستمر وصل لمرحله ان هي دخلت على السب كونشس مايند، على الاوتو بايلوت خلاص، فبقى بيربط الجزم وهو بغم عينيه. السواقه، لما بنيجي نتعلم سواقه اللي قاعدين مخشبين كده على الدريكسيون، صح؟ يعني هو لسه حدش كلمني يا جماعه انا بتعلم السواقه، وانت مركز كويس جدا بعقلك الواعي. شويه مع التدريب والممارسه بتوصل لايه؟ انت على الاوتو بايلوت بتسوق، انت مش هتقعد تفكر، ما بتصحاش كل يوم تسال انا احط كام معلقه سكر اشرب قهوتي، ما بتفكرش. لما كنا بنتعلم مثلا الحساب ولا الرياضيات، كنا بنقعد نتعلم جدول الضرب وجدول الحساب، اللي مركزين كويس جدا، شويه مع التدريب خلاص 5 في 7 15 مثلا، ده انا بقول غلط يعني، بس قصدي ان خلاص بتخش في الاوتو بايلوت. هي دي تكوين العاده. يعني انا عباره عن مجموعه من العادات، يس. يعني انا اللي بشكل عاداتي، يس. يعني انا بالتدريب اقدر اوصل لده، اه بالتدريب بتقدر توصل لده. وهنا بقى ده اللي يقول لنا ازاي اكون العاده. تكوين العادات هديكم يعني ايه اللي حصل لما بداوا يكتشفوا نظريه تكوين العادات. علماء النفس الايجابي قالوا لنا ايه؟ او الاول عملوا تجربه كده وبناء عليها طلعوا بالنظريه. جابوا اقفاص فيها حمام، تمام؟ واقفاص الحمام دي فيها زرار، لما هيتكوا على الزرار هينزل لهم الاكل او حبيبات الطعام. فالحمام رايح جاي في القفص عشان جعان، هو جعان فمش عارف يوصل ان هو ينزل الاكل، لحد ما بالصدفه كده بيدوس على الزرار لقى الاكل نزل فاكل.
جاع تاني، فبدأ يتحرك في القفص عشان يوصل للزرار، تك على زرار الأكل نزل، وهكذا لحد ما من كتر اللي رايح جاي في القفص حفظوا مكان الزرار. فعلى الاوتو بايلوت بقى بيعملوا ايه؟ اول ما يجي التريجر الجوع، اول ما يبقى جعان الحمام يبدا يروح يتك على زرار ينزل له حبيبات الطعم. ومن هنا خرجوا بنظريه تكوين العادات، ان هي عشان نكون اي عاده احنا محتاجين 3 حاجات، وهي دي اللي انت لازم تتعلمها كويس جدا وتدرب نفسك كويس جدا عشان تقدر تمارسها مع الكلاينتس بتوعك علشان تكون عاده. عشان تشيل عاده سلبيه او تحط عاده ايجابيه انت محتاج ال3 حاجات دول. اول حاجه المحفز اللي هو التريجر، اللي هو في المثال اللي احنا قلناه حالا اللي هو الجوع، ده التريجر الجوع، وان هو بيدور على الاكل. رقم 2 البيهيفير او السلوك، اللي هو ايه؟ ان هو ضغط على الزرار عشان ينزل له الاكل. ثالث حاجه المكافاه اللي هو الريورد سيستم، اللي هو هنا بمثابه حبيبات الطعام. وصلت؟ فهنا لما احنا ندي المثال ده على مثلا حد عايز يكون عاده على الرياضه، هبدا اشوف ايه التريجر اللي عنده، وابدا هو اللي يحط الرياضه في التوقيت اللي مناسب ليه هو، ويبدا يعمل السلوك ان هو يبدا يروح مثلا الجيم بشكل متتالي طبقا لقدراته هو ووقته هو. والريورد سيستم بتاعه ايه بقى؟ ان هو يبدا يكافئ نفسه لو انا استمريت مثلا انا اروح الجيم على مدار اسبوع او مدار اسبوعين بالفريكوانس اللي هو قال عليه، انا هكافئ نفسي. ليه؟ عشان عقله يشجعه هو يبدا يكمل ويحصل استمراريه، بس مش يكافئ نفسه بالاكل. مكافاه ريورد طبعا، ده حاجه لوحدها بندرسها في الكورس، ان البني ادم بيروح يكافئ نفسه بالاكل. لا، هنا الريورد سيستم احنا عايزين نشتغل بحاجه غير الاكل. ايه الحاجات اللي بتبسط البني ادم ده وبيشعر بالسعاده بعيد عن الاكل؟ مش يروح يكافئ نفسه بالاكل يا جماعه. وصلت؟ فمهم قوي ان انا عشان اكون عاده اسال نفسي ايه التريجر؟ ايه البيهيفير السلوك اللي انا هعمله؟ والمكافاه هكافئ نفسي بايه؟ وبكده احنا النهارده اتعلمنا مع بعض ازاي اكون عاده، وفهمنا ان العادات ملهاش علاقه بالجينات، والطفوله وتربيتنا مش بتشكل عادتنا واحنا نقدر نغير ده، وليه بنفشل في تكوين العاده؟ عشان انت ماشي في طريق النصايح، وطول ما انت ماشي في الطريق ده مش هتعرف تكون عاده مع الكلاين، وانت محتاج ان انت تدرب نفسك تمشي في طريق المعرفه. والنهارده انا حطيتك في الطريق واديتك تيبس وخطوات تعلمك ازاي تكون عاده. فاضل دورك بقى، دورك هيجي ان انت بالورقه والقلم اللي معاك دلوقتي هتبدا تعمل التدريبات دي، ونتقابل في المحاضره الجايه نشوف الفيدباك عامل ايه. اول حاجه اختار 2 عاده عندك سواء ايجابيه او سلبيه، وابدا حلل المكونات الاساسيه بتاعتها بناء على ال3 حاجات دول. يعني زي مثلا انت عندك عاده مثلا انت بتصحى الصبح بدري مثلا، وعاده ان انت بتلعب رياضه، ابدا حللها فين التريجر وفين السلوك وفين الريورد سيستم وهكذا. انا نفسي مثلا انام بدري او انا نفسي ادخل رياضه، ابدا حلل. تاني حاجه اكتب 3 عادات ايجابيه عايز تدخلهم في حياتك، واكتب 3 عادات سلبيه عايز تشيلهم من حياتك. وايه الاكشن بلان اللي انت هتعمله؟ 3 عادات انت عايز تدخلهم و3 عادات انت عايز تشيلهم. طبعا المحاضره هتكون مبعوثه على الجروب ملف PDF. تمام. احتياجاتك اخر 3 شهور، احنا قلنا في شويه في المحاضره انت مين او انت مين، هل انت اوير باحتياجاتك؟ طب لو انت شخص اوير باحتياجاتك، هل انت كاتب احتياجاتك اخر 3 شهور؟ طب لو انا كاتب شوف انت حققت منها ايه؟ طب لو انت مش كاتب يبقى محتاج ان انت تقعد تفهم انت احتياجاتك ايه، وتكتب احتياجاتك وتبدا تشتغل عليها. مهم قوي ان انت تعرف مميزاتك كبني ادم، فاكتب 10 مميزات ليك. طبعا دي كذا حاجه انت هتبقى محتاجه ان انت تقعد في كل حاجه فيهم حكايه لوحدها، تبدا تفهم نفسك اكتر اكتر، لان التواصل مع نفس دي اولى خطوات التغيير. ما ينفعش اروح اغير عاده، ما ينفعش اروح ابني حاجه جديده، ما ينفعش اروح اساعد اي حد وانا مش فاهم نفسي ومش فاهم قدراتي ومش فاهم احتياجاتي ومش بعرف اشكل عادات جديده، مش بعرف مميزاتي. محتاج ان انت تتواصل مع نفسك، وعشان كده محتاجاك ان انت تقعد الاول مع النفس دي علشان هي اللي عايشه معاك، اللي بناء عليها تبدا ان انت تشتغل ان انت تطورها او تضيف ليها اي حاجه في حياتك. وصلت؟ المرة الجاية إن شاء الله بأمر الله هنبدأ إن إحنا نناقش مع بعض التدريبات اللي إحنا إتكلمنا فيها حالا من شوية، وهنتعلم بقى ونفهم إيه خصائص العادات وقواعد بناء العادات، والنصايح هامة جدا لنجاح أي عادة. إحنا إتعلمنا إزاي نكون عادة، طب إيه بقى الحاجات اللي هتساعدنا إن أنا أستمر وأنجح العادات دي،
وخمس جوانب مهمين جدا عشان احقق هدفنا نحو بناء العاده. واخيرا الانتكاسه او الريلابس، ازاي استفيد من الريلابس؟ وهنفهم ان هي حاجه طبيعيه، خلي بالكم، في مراحل التغيير. وده بيفاجئ كتير جدا الطلبه اللي بيشتركوا معايا في الكورس، ايه ده؟ هو الانتكاسه دي حاجه طبيعيه؟ اه حاجه طبيعيه. ده مش بس كده، احنا نقدر نستفيد من الانتكاسه دي، انتم متخيلين؟ ده هنتعلمه مع بعض في المحاضره الجايه بامر الله. في نهايه المحاضره بشكركم جدا، ويعني يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا هي المحاضره انا تعمدت ان انا اسجلها بعيد عن اللايف عشان تكون مختصره، يكون وقتها بسيط، لان طبعا اللايف كان فيه اسئله كثيره واخدت اكثر من ساعه ونص. قلت لا اسجلها لكم تاني بحيث لما انتم تحبوا ترجعوا لها تكون وقتها بسيط، لان طبعا عارفه الناس ما بتحبش ان هي تسمع حاجه ساعه ونص او كده. فيا رب تكونوا تستفيدوا منها. وهستنى بقى ان احنا ان شاء الله هنبعت لكم شيء، نشوف انتم محتاجين ايه الفترات الجايه، نبدا نتكلم عليها في المحاضرات عشان دايما تشير الاكسبيرينس مع بعض، ودايما نتقابل مع بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.